فبنسألك على الحزب الجمهوري، لأنك مثلا بدأوا بقضية الحالة، قلنا شو رأيكم؟ شو موقفك السياسي اللي صار البارح؟ والله أولا نحب نتقدم بتعزية قلبية حارة إلى عائلة الفقيد، ونعتبره بالفعل شهيد، أول شهيد للانتقال الديمقراطي في تونس. الشخص هذا تعرض إلى العنف الشديد من طرف ميليشيات منظمة على المستوى الوطني تسمي روحها لجان حماية الثورة، ثورة تحميها الدولة الجديدة وتحميها مؤسسات المجتمع، مجلس الوطن التأسيسي، الأحزاب السياسية، المنظمات المدنية القانونية. أما هذه المجموعة المتحزبة والتي تعتدي على الحريات العامة مش هذه أول مرة، تصدوا للصحفيين في القصبة، تصدوا للمتظاهرين المسالمين في 9 أبريل في شارع حبيب قبيبة، تصدوا للعضو المكتب عضو المجلس الوطني التأسيسي في قليبيا سي إبراهيم كساس. فبالتالي هذه الظاهرة هو تنظيم ميليشيا على المستوى الوطني يهدد الحريات، واليوم اعتدى بالعنف إلى أن فارق المرحوم لطفي نبض الحياة. فبالتالي من ناحية لا يمكن إلا أن أعبر عن إدانتي واستنكاري لهذا الأعمال، وعن قلقي الشديد على مستقبل الحريات في تونس إذا كان قوات الأمن ما تقومش بالدور المنقول لها، وهو حماية الأرواح وحماية الممتلكات وحماية الحريات. هذا يزيد أكثر لأنه لا بد من إقالة سعلي العريض وزير الداخلية، لأنه يخدم في أجندة حزبية هي اللي تفسر التهاون إزاء العنف السياسي المنظم، سواء اللي صار البارح في التطوير أو اللي صار في عديد من الأماكن. من أمان شخصيا تعرضت في الاعتماء إلى الاعتداء المادي من طرف هذه المجموعات المتطرفة، وكذلك الشيء اللي وقع في سفارة أمريكا، ودي البلاد التونسية دفعت من أجل ثمن باهظ وضعت على قائمة سوداء، يعني تهدد السياحة، تهدد الاقتراض الخارجي، تهدد الاستثمار بكل أنواع. وبالتالي أنا أقول الشيء اللي وقع خطير في الوقت اللي احنا قاعدين نتكلم في تونس، حزب نداء تونس والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي قاعدين يعرضوا في ندوة صحفية مش يطلبوا فيها ثلاثة أشياء: إقالة علي العريض وزير الداخلية، حل لجان حماية الثورة باعتبارها تنظيم ميليشيات في تونس، وثالثا تنظيم جنازة وطنية للفقيد المرحوم لطفي نبض. الأستاذ الأزهر العكرمي عن نادي تونس صرح البارح وقال احنا توا نعتبروا دخلنا في مرحلة الاغتيالات السياسية، توافقوا في الرأي هذا؟ نتمنى لا، على خاطر ما ندخل في الاغتيالات السياسية إلا يكون فما قرار من جهة ما بالتصفية. إلى حد الآن ما فماش مؤشرات تدل على ذلك. والشيء اللي وقع البارح هو عنف شديد نتج عنه قتل. ما عنديش معلومات وما نسمحش لنفسي باش نسبق التحقيقات. ما نتوقعش أن القتل كان عمد. هو نتيجة عنف مبرح مدان ومجرم نتج عنه وفاة. وحكاية هذه النوبة القلبية معناها من الترهات اللي ماذا بينا ما عادش نرجع لها. سي لطفي نبض رحمه الله أجريت عليه عملية على القلب المفتوح، وأنا شخصيا أتكلم فيكم تعرضت لنفس العملية، لكن والحمد لله يوميا نمشي نعمل ساعة رياضة. لكن لو أتعرض إلى العنف اللي تعرض له ممكن أنتهي إلى النهاية اللي انتهى إليها بالطبع لا قدر الله. يعني أقصد أن ربما السكتة القلبية فعليا وقعت، لكنها كانت ناتجة عن العنف الشديد الذي سلط عليه. وممكن أي إنسان تتسلط عليه عنف من النوع اللي تسلط على الفقيد أن يلفظ أنفاسه جراء طبعا توقف القلب. ولذلك احنا نريد تحقيق شفاف وتشريح الجثة في تونس العاصمة من طرف الطب الشرعي، وكذلك اليوم العشية علي العريض وزير الداخلية باش يحضر في المجلس الوطني التأسيسي، وأنا متأكد بأن النواب سيطالبون بلجنة فعلية وفعالة وترأسها المعارضة، مش كما لجنة 9 أبريل رأسها الطرف الحكومي وبالتالي ما قامت بأي عمل، لجنة للتحقيق يشارك فيها ممثلي الشعب التونسي. فبالتالي أنا أتمنى أنه ما فماش قرار بالعنف بممارسة العنف، وما فماش داعي في تونس باش يقع مثل هذا القرار.
وأتمنى أن هذه الحادثة النكرة والشنيعة تكون مناسبة لاستفاقة وطنية لدرء العنف في العلاقات الاجتماعية في تونس وتوخي الطريق السلمي اللي هو يليق بنا وبتاريخنا وبثقافتنا وبتقاليدنا وبديننا. لجان حماية الثورة سي نجيب الشابي، يعني كيفاش تشوفها تعمل أنت؟ أكيد سياسي محلى وخدمت في الخفاء وفي العلن، يعني شو من مين تستمد القوة متاعها هذه؟ خلينا نحكي بصراحة، هي محسوبة على حركة النهضة، فهل هي تاخذ القوة متاعها هذه على مستوى الدولة كأنها ولات بوليس موازي من حركة النهضة؟ هي بالفعل ميليشيا، يعني قوة منظمة لاستعمال العنف، وهي قوتها هما اللي ظهروا البارح حوالي 60 نفر. قوتها تجي من العنف اللي تمارسه، وتجي من غض الطرف والحماية اللي تلقاها من طرف الدولة. لولا التهاون ولولا التواطؤ نتاع الحكومة إزاء هذه الظاهرة ما كانت توجد. وبالتالي هذه اللجان حماية الثورة وجدت في الفترة الثورية الأولى، وكانت مفتوحة لكل الاتجاهات، وكانت تمارس مواقف سياسية لتحقيق المطالب نتاع الثورة. ثم تلاشت هذه هذه اللجان، ووقع إحيائها من طرف جهة وحيدة وهي حركة النهضة، وهي تستعمل فقط لتهديد الخصوم السياسيين لحركة النهضة. ولذلك هذه مناسبة يتوجه من منبركم وعلى أمواج الأثير باش نطالب حركة النهضة باش تستفيد وتحترم القانون وتحتكم فقط إلى صندوق الاقتراع. لصندوق الاقتراع وبالتحالفات اللي أزالتها تمكنت من تشكيل حكومة، والمجتمع التونسي الكل اعترف لها بالشرعية. لا يمكن أن تستمد الشرعية من العنف، لو كان جاء العنف ينفع رفع الناس اللي سبقوه. ولذلك من ندائي لكل الأطراف السياسية بأن تبتعد نهائيا عن العنف والعنف المنظم بشكل خاص، وأن تحتكم إلى الجدل السياسي الذي يحترم الرأي المخالف، وأن نحتكم جميعا في الوقت المناسب إلى صندوق الاقتراع. نتوقف لحظات بسيطة.